هاي يا جماعة، أهلا بيكم في قناتي. أنا هنا موجودة أخيرا، نفيت نفسي بنفسي على جزيرة زي الزعماء وقاعدة على جزيرة متحوطة بمية. ده أدي جوزي وأنا هنا قاعدة بعمل لكم إيديت للفيديوهات اللي هتنزل على قناتي باليوتيوب. وهنا أنا قاعدة في أحلى مكان بحبه جدا في الجزيرة اللي أنا عايشة عليها أنا وزوجي. لو حابين تعرفوا أنا عايشة على أي جزيرة تابعوني على الانستجرام، أنا كاتبة كل التفاصيل المكان اللي أنا عايشة فيه. المكان ده اسمه ذا بوينت، وده من أفضل أو من أحلى اروع الفيوهات اللي شفتها في حياتي على الجزيره اللي انا عايشه عليها. المكان عالي جدا فوق سطح المياه بكتير، والسماء شكلها تحفه، وده ريزورت من اكبر الريزورتات الموجوده في الايلاند اللي انا عايشه عليها. دايما بحب اروح اشتغل هناك، اخد اللابتوب بتاعي، اخد كوفي واستمتع بالفيو. ده مكان تاني مشهور في الجزيرة اللي أنا قاعدة عليها بمزارع السي ويد، الطحالب البحرية. طبعا محتاجين تقروا عن فوائدها الصحية كتيرة جدا جدا جدا. المكان ده من أكبر الأماكن المصدرة للسي ويد والطحالب البحرية، دايما بيستخدموها سواء في الأكل أو في منتجات التجميل. ده هنا أنا وأدي، كنت بدلعه كده شوية عشان يصورني صور حلوة. نرجع تاني ليا وانا حول المزارع بتاعه الطحالب البحريه. طبعا هي ليها ريحه مميزه شويه، مش محببه بس طبعا في الفوائد الصحيه بتاعتها، والسويد غنيه بالايودين، كانكم كده قاعدين جنب يعني عناصر طبيعيه، اليمنت كده حلو جسمكم يستفيد بيها. ده فيو من الجنب، وادي هيوريكم من فوق شكلها. كل المربعات الخضراء دي عباره عن مزارع سويد. شايفين المنظر من فوق جميل جدا جدا يا جماعة. ده مكان تاني في الغالب بروح انا وادي، بروح نعمل فيه سنوركلينج، وبناخد البادل بورد بتاعنا ونروح نعمل بوردنج. هنا ميزة البحر هنا ان فيه يعني زي ريفز كده بتصد، فمن جوه بتلاقي ان مفيش امواج عالية خالص، فبنقدر نعمل انشطة بسيطة. وفيه طبعا امواج جوه عالية، فتقدروا تعملوا سيرف بوردنج، فعندكم كل الانشطة متاحة في النهر. دي طبعا شكل المراكب. ده مكان تاني من اشهر واروع اروع الاماكن اللي شفتها في حياتي، ده اسمه المانجروف. ده التقاء النهر بالمحيط او بالبحر. طبعا انا من الاشخاص اللي بحب المياه العذبة جدا، فبحس بطاقة جميلة كبيرة جدا يا جماعة في المكان ده. بحب جدا جدا المكان ده وبروح اعوم فيه عشان انا بحب المياه العذبة جدا. طبعا تقدروا تأجروا مركب وتستمتعوا بالفيو حوالين المانجروف، او تقدروا تاخدوا بيدل بورد وتعملوا رافتنج، واتيفر انتوا بتحبوا تقدروا تعملوه هناك. دي طبعا برضو مزارع سي ويد. هنا ده كله بيتش، شاطئ رملي، كل المربعات دي سويد. دايما السويد بيعملوها في المية الهادية، في البحر الهادي. ده بالظبط فوق البيت بتاعنا. طبعا الدرون بيطلع 5 كيلو فوق مستوى سطح الارض اللي احنا عليه. فادي هنا بيوريكم المنظر من فوق البيت بتاعنا. ده من احلى الشواطئ، اسمه جانجمباتو بيتش على الايلاند اللي انا قاعدة عليها. ده قدام بيتي بالظبط. بحب جدا المكان اللي انا قاعدة فيه، لان زي ما قلت انا باخد البيدل بورد ونروح نعمل سنوركلينج انا وادي في المية الهادية. وانتوا شايفين الامواج العالية دي، السيرف بوردر السيرفر دايما بياخدوا البورد بتاعهم ويعملوا سيرفنج هناك، فعندكم كل الانشطه متوفره في مكان واحد. والمربعات اللي في الاول الخضر دي برضو مزارع سي ويد. منظر جميل جدا يا جماعه. طبعا هنا ده ميكس ما بين الجنجل ما بين البحر ما بين كل حاجه. ميزه بيتي بقى ان هو جنبه فوتبول كورت، ملعب رياضي. بحب كل يوم الصبح اروح اجري 3 ل 4 كيلو، بياخدوا مني 15 دقيقه، فحلو جدا ان انتوا الصبح يا جماعه كل يوم تروحوا تعملوا نشاط كده رياضي بسيط عشان تنشطوا الدوره الدمويه. هنا ادي بيجري ورايا بالدرون. وزي ما انتوا عارفين انا 200 اور يوجا تيتشر، اخدت كورس في بالي، وادي دايف انستراكتور. فعشان كده اخترنا الجزيرة دي عشان انا اقدر امارس اليوجا وادي يقدر يمارس الباشون بتاعه اللي هو الدايفنج. طبعا اليوجا مفيدة جدا للدايفر، خاصة لانهم بيشيلوا تنكات تقيلة جدا على ظهرهم. فادي دايما بيسألني ان او بيطلب مني ان انا اساعده شوية في الالم بتاع الظهر باليوجا. فكل يوم كده بعد ما بجري بقعد نعمل شوية تمارين
يوجا عشان الألم بتاع ظهره ده يروح من التنكات التقيلة اللي بيشيلها وقت الدايفنج. ده شكل الجزيرة بتاعتي من فوق، كلها على بعضها جنجل على بحر على ريفر على كل حاجة. بصراحة يعني أنا مبسوطة جدا أن أنا حققت أكبر أحلامي وأن أنا أقدر أعيش على جزيرة متحاطة بالمية. أتمنى يكون الفيديو عجبكو، ياريت ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناتي وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو. أشوفكو في فيديو جديد. Love you all. Bye.